برنامج افتح يا سمسم هو النسخة العربية الأقدم من البرنامج الأمريكي الشهير شارع سمسم أو سيسمي ستريت، وعلى مدى عقود شارك بصورة فعالة في تثقيف أجيال من أطفال الخليج. مكتب التربية العربي لدول الخليج أعلن أن البرنامج سيتم إعادة إنتاجه بشكل جديد يركز على تنمية الأجيال العربية في المجالات كافة. سعود الخلف والتفاصيل. افتح يا سمسم أبوابك نحن عافت دول الخليج من سنوات الحرب في المنطقة. هكذا تأتي الفكرة بعد إعلان مكتب التربية العربي لدول الخليج عزمه على إعادة مسلسل افتح يا سمسم، أحد أكثر الأعمال التلفزيونية تأثيرا في وجدان الإنسان الخليجي. مكتب التربية هو اللي عمل مع وزارات التربية والتعليم في دول الخليج منهج جديد عشان يرجع افتح يا سمسم على منظومة تعليمية متكاملة. مر زمن على دول الخليج ومواطنيها في حالة اتحاد ثقافي من خلال إنتاج مشترك بحجم مسلسل الأطفال افتح يا سمسم، وهو تجربة متفردة بإعادة صياغة برنامج عالمي بنكهة عربية بعيدا عن التغريب المباشر، لدرجة اليقين بأنه صناعة خليجية بحتة. التلفزيون حيرجع، والآن في إعلانات قريبة على شراكات استراتيجية حول إعادة البرنامج التلفزيوني خلال سنة ونص. كان لأبطال شارع وحارة سمسم ريادة في إشاعة مهارات وقيم متنوعة تمكن الأطفال من عيش حياة سعيدة ذات إنتاجية عالية واستثارة طاقاتهم الكامنة. ينتمي مشروع إعادة افتح يا سمسم إلى تطبيب مجتمع الخليج وتجبير عظام الجسد الثقافي بعد تعرضه لكسور كبرى، خاصة بعد غزو الكويت البلد الحاضن على امتداد سنوات لأغلب الإنجازات الثقافية الخليجية. شباب سعوديين اتدربوا على أعلى مستوى وأعلى مهنية حسب سيسمي وركشوب. اليوم هدول الشباب أنا أفتخر إنه هم قدروا يعملوا عرض حيسافر على دول الخليج من السعودية، هذه تحسب لنا. يعود افتح يا سمسم مجددا من تحت مظلة والده الشرعي مكتب التربية العربي لدول الخليج بتعاضد كل دولة، بينما يذهب نفع البرنامج إلى أطفال العالم العربي كافة، متضمنا إيمانا صارما برسالته دعم النمو البيئي المعرفي العاطفي الاجتماعي والروحي لأجيال العرب. سعود الخلف، العربية، جدة. افتح قلبك يا لطفي يلا.